السلام عليكم اخوتي ديالنا والاخوات ديالنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خوتنا وخواتاتنا المتتبعين ديالنا المتتبعات ديالنا، معاكم عارف عرس بلادي. كنصور اليوم تبارك الله في واحد الارض، هاد الارض زوينه معتبره، الكودرون كيما عليكم تبارك الله مبارك. هو الكودرون، هادي ارض بحال باصا يقول لها زواغ، واحد العرض هائلة زوينة فيها قطار الخدام. هذه قطار الخدام زواغة قريبة للبوطو ما بعيدة إن شاء الله. كيما عليكم راه شتو ها هو الشجر هادي الديز تبارك الله اللهم بارك. هاد الأرض هادي معتبرة وزوينة مخيرة مربعة، جات في ذات الزواغ الطرف الما ديال لونيب فيها، الما ديال لونيب كاين ديز في الأرض الضوء تبارك الله فيها هي هادية، مبعيداش على السطاج بزاف، حد 9 كورومتر أو 10 كورومتر تبارك الله، قريبة الشاطئ بزاف كتيرة كاع ماشي، وفيها الضوء تبارك الله، الضوء ديالها هو هذا الشتو، الضوء هو أسود، هي هاديك هذا خارجة عند الشجرة ديال الطريق، كاين الطريق تما كاين واحد البياضة عند الشجرة، الشجرة كاينة بياضة عند الشجرة، وجات دازت. الدار بين جات بين هاد السكوان، بين هاد السكولة وبين هاد السكولة، الدار قال الخدام على فيها 8000 و400 متر تبارك الله، قريبة للكودرون زوينة خير تبارك الله اللهم بارك. هانتوما كتشوفو في هاد الأرض هي هادي، هي معتبرة مليحة مخيرة هائلة من داك الطراز العالي، غير مولاها حاجة. مولاه نقول لكم من الاخوان ديالنا راه تعرفوني المعقوقين الصراحه، مولاه قال لك ندير وعد بالبيع، ناخذ شويه العربون ياخذ واحد 10000 درهم ولا 20000 درهم ويدير معاك وعد بالبيع على 3 اشهر، هو راه غيصاوب الاوراق غير على شهرين شهر ونص، واني هو غادي يدير معاكم 3 اشهر وعد بالبيع. هادي عيط عليا مولاه، مولاه بارك راك شفتوه، هيا نشوف راه بارك. وهذاك البلادية هذه بين هذا الدار وبين هذا الدار، البوطو ديال الدورة فيها ديز فيها، الما ديال لونيب ديز فيها، هاد الأرض زوينة فيها 8500 متر، زوينة مخيرة معتبرة مليحة هائلة، مولاها باغي يدير وعد بالبيع وعادي يصاوب لها الوراق. شتوها هي هادي، هاهي الحد ديالها هو هذا، ودارت مشات تقربت الكودرون ليه، ودارت وجات وجات تربعت، وهاي جات بين ديك الدار وجات بين هذا الدار، هادو جات بيناتهم. وهادي الأرض زوينة معتبرة مليحة مخيرة من داك الطراز العالي، هي هادي هاي شتوها مليحة عند ما نقول فيها. تمام هو غادي نقولوا لكم ان شاء الله هذا مرتبة ملاح هاي غادي تكونوا عليها زوينه مربعه، ما عندي ما نقولها مليحه داك الطراز العالي. مولاها كيطلب بحال في المثال هاد الخبزة الخدامة بحال كيطلب فيهم 40 تمن ديالهم، هادو مع بالإشارة قالك 40 مليون، هادو خمسة الخدامة باغي فيهم 40، وأنا راه يتقاد لبركتو معاه راه يتقاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.